السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل الصابون السايل بتاع المواعين مع بعض. هنعمله من حاجة عملناها قبل كده من الصابون البلدي. هنحول الصابون البلدي لصابون سايل. المقادير والمكونات اللي معانا: قطعة صابون بلدي دوت اللي احنا عملناه مع بعض، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. لو مش متوفر عندكم ممكن تجيبوا قطعة صابون بلدي جاهزة اللي هي صن لايت. يبقى قطعة صابون بلدي ونص لتر صابون سايل جاهز، كيس برسيل جل، معلقتين كبار ملح، كوباية صغيرة خل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسمي وهنبشر الصابونة البلدي بتاعتنا، هنبشرها ناعم جدا. بشرت الصابونة بتاعتي، هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب حلة على النار وهحط فيها لترين ونص مية وهسيبهم يغلوا. حطيت لترين ونص مية على النار غلوا، هنزل بمعلقتين الملح الكبار، كوباية خل صغيرة، خل أبيض، وأقلب. هنزل بالصابونة بتاعتي اللي أنا بشرتها دي، صابونة واحدة. هقلب كويس عشان ادوب الصابون بتاعي. واول ما يدوب الصابون هنزل بنص لتر صابون سايل وكيس البرسيل جل. انا هحط البرسيل جل هنا عشان يديني قوام اللي هو العرق بتاع الصابون السايل ويديني ريحه. لو عايزين تستغنوا عنه براحتكم. هقلب كويس لحد ما ادوب الصابون وبعدين نشوف هنعمل ايه. الصابونه بتاعتي دابت اهو زي ما انتم شايفين، دابت في الميه. هنزل بنص لتر الصابون السايل اللي عندي جاهز، وكيس برسيل جل. هقلب كويس هسيب الخليط بتاعي دوت بتاع الصابون ياخد غلوة بس على النار، غلوة واحدة. الصابون بتاعي غلى على النار، هطفي عليه، قعد حوالي 10 دقايق لحد ما غلى. هسيبه كده يبرد، هسيبه لتاني يوم عشان اشوفه هيتقل هيبقى التقل بتاعه قد ايه، عشان اتحكم في التقل بتاعه. لو تقيل قوي ممكن اخففه، لو التقل بتاعه كويس هسيبه لحد تاني يوم وهوريه لكم. اهو يا حبايبي الصابون بتاعي بعد ما سيبته لتاني يوم برد وتقل. بصوا التقل بتاعه، القوام بتاعه تحفة، وفي العرق بتاع الصابون الجاهز، والريحة مش قادرة اوصف لكم، ريحته جميلة جدا عشان حاطين كيس برسيل جل، مش محتاجين اللي احنا نحط معطر ولا اي حاجة. انا التقل بتاعه كده بالنسبة لي كويس، انا مش هخففه، هستخدمه على كده. لو بتحبوه خفيف ممكن تخففوه بشوية مية دافية. دي احلى طريقة لعمل الصابون السايل من الصابون البلدي، بتدوبه كله على النار. اما بالنسبة للطريقة اللي بتدوبه كله على البارد، الطريقة دي وحشة جدا وفاشلة، بتخلي الصابون يتجمد يبقى عامل زي الجيلي، واما بتيجوا تاني يوم تفكوه بيفصل وبيجير، اما بتستخدموه للمواعين بيجير وبيجلمط المواعين. دلوقتي انا هفضي الصابون بتاعي في ازازة، انا عندي ازازة اهو، اي ازازة فاضية هستخدمه على كده، انا مش هخففه زي ما قلت لكم. اما اجي بقى استخدمه احطه في طبق واحط الليفه، ابل الليفه واستخدمه على كده. الصابون بتاعي بعد ما فضيته في الازايز عطاني حوالي 3 لتر صابون سايل، كل ده من قطعه صابون بلدي ونص لتر صابون سايل جاهز. لو عايزين تستغنوا عن البرسيل الجل براحتكم، وممكن تحطوا مكانه معطر. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الصابون السايل من الصابون البلدي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.